المصري ونظيره الأمريكي. من دواعي سروري أن أرحب بالوزير بلينكن الصديق العزيز مرة أخرى في مصر، ويسعدني استقباله هنا بوزارة الخارجية. ونحن نثمن علاقات الصداقة بين بلدينا، ونحرص على تعزيز تلك العلاقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. نتنوع الموضوعات التي نوقشت خلال مباحثتنا عكست بجلاء التقارب الواسع في مصالحنا الاستراتيجية والاتساق الكبير في رؤانا تجاه العديد من القضايا، كما أظهرت أيضا وجود إمكانيات هائلة لتطوير شراكتنا الاستراتيجية في عديد من المجالات. معالي الوزير، تشرف صباح اليوم بأن استقبله وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، الطبيعة الاستراتيجية لهذه العلاقات، قدر التوافق القائم فيما بين رؤى البلدين سواء في مجال تطوير العلاقات الاستراتيجية فيما بيننا أو فيما يتعلق بتناول القضايا الإقليمية والدولية. نحن نعول كثيرا على التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة في إطار تحقيق الاستقرار بالمنطقة الشرق الأوسط، في دفع الجهود التنموية، في العمل على تحقيق الاستقرار وفقا للمبادئ الشرعية الدولية ووفقا للمصالح المشتركة التي نعمل على تعزيزها. ولا تزال منطقة الشرق الأوسط طبعا واحتلت قدر كبير سواء من مباحثات معالي الوزير مع فخامة الرئيس أو فيما يتعلق بمباحثاتنا الموسعة، فالقضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة خلال هذه المباحثات، وأهمية لتحقيق الاستقرار، لمنع أي نوع من التصعيد، وإيجاد الإطار السياسي الملائم للتوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين. تأكيد أنه التطورات الأخيرة هي تطورات مؤسفة، نعمل على احتوائها والتوصل إلى إعادة التهدئة وإعادة العمل على مراعاة مصالح كل الأطراف وأيضا استقرار المنطقة. تبحثنا خلال لقائنا أيضا فيما يتعلق بقضية سد النهضة وأهمية استمرار العمل المشترك للحفاظ على مصالح كافة الأطراف الثلاث، وبما يحافظ على هذه المصالح وفقا لقواعد القانون الدولي والحقوق المشروعة في الحفاظ على الموارد المائية والأمن المائي المصري. أيضا تناولنا قضية ليبيا والسودان وأهمية العمل المشترك لمواجهة كل التحديات التي نعمل سويا على التغلب عليها. بالتأكيد أنه مواجهة الإرهاب، مواجهة التطرف من ضمن الأولويات الرئيسية. نعمل سويا من أجل عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال هذا العام بمناسبة الاحتفال بمئوية العلاقات، وهذا يزداد أهمية في ضوء الأجواء الاقتصادية الراهنة والضغوط التي لا تواجه مصر منفردة ولكن تواجه كثير من الدول النامية في العالم. ونتطلع بأن يكون هناك فرصة لمزيد من الاستثمارات الأمريكية والعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات والتغلب على هذه الصعوبات. برحب معالي الوزير مرة أخرى، ودائما سعيد بلقاءاتنا وأعتبره صديق ونظير. دائما كانت لقاءاتنا مثمرة وبتعمل في إطار خدمة مصالح المشتركة للبلدين، وسوف نستمر على اتصال وثيق خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق مصالحنا المشتركة. تفضل معالي الوزير. Well, first of all, good afternoon, everyone. And Mr. Shukri Sami, thank you. Thank you for your wonderful hospitality today, but thank you for the friendship and partnership over many, many years. As the minister said, we have known each other for... كما قال الوزير، عرفنا بعضنا بعض لسنوات طويلة. والوزير خدمك كسفير
في واشنطن وأنا أقدر عاليا العلاقة التي تجمعنا على مدى السنوات. أريد أن أعبر عن تقديري للرئيس الذي استضافنا اليوم وعلى الحوار الجيد الذي جرى بيننا. اجتمعنا عدة مرات على مدى السنوات الماضية ولا سيما في قمة القادة الأمريكية الإفريقية في واشنطن ومؤتمر المناخ في مصر وأيضا في منتدى النقب وهذه الحوارات تعكس مدى التزام وتقدير بلدينا لهذه الشراكة ومدى أهميتها أيضا للمنطقة والعالم على حد سواء. الولايات المتحدة ومصر ملتزمة تماما بهذه العلاقة الثنائية وتعميقها، وإحدى الأولويات المهمة في هذه العلاقة بناء تعاون اقتصادي على المدى الطويل لإفادة الشعب المصري والأمريكي وأيضا الاستثمار في البنية الاقتصادية. وقد قمنا بدعم عقد بقيمة 600 مليون دولار لبناء كابل اتصالات تحت الماء لتوصيل اتصالات سريعة معتمدة من خلال مصر والقرن الأفريقي، وأيضا نساعد مصر في الاستثمار في مجال الطاقة الهوائية والطاقة الشمسية. ونريد أن نتأكد من أن الشركات الأمريكية تشارك في هذا السوق، ونحن نحاول أن نمضي قدما في الهيئة الاقتصادية المشتركة من أجل أن نبني على هذه العلاقات. والهدف هنا من خلال جميع هذه الجهود وكما ناقشنا اليوم حتى مع الرئيس هي أيضا تحقيق نتائج ملموسة للناس وخلق الوظائف وحياة معيشية أفضل ومستقبل أفضل للجميع. نحن نتشارك أيضا فيما يتعلق بأزمة المناخ، وهذه هي فرصة فريدة من نوعها أيضا لخلق الوظائف للناس. وقمنا بنقل تقديرنا على القيادة المصرية خلال مؤتمر المناخ 27 وكذلك جهودها في مجال التغير المناخي بما في ذلك تخفيف الانبعاثات بمحلول عام 2050. ونحن ندعم هذه الجهود من خلال شراكة عامة خاصة أيضا بين الطرفين. وهذه أزمة المناخ تؤكد على أهمية وجود حل دبلوماسي سريع لقضية سد النهضة، ونحن سمعنا من القيادة المصرية أن هذا هو أمر وجودي بالنسبة لمصر، ونحن ندعم أي حل يقوم بمراعاة مصالح جميع الأطراف ويراعي أيضا الحياة المعيشية للمصرية وللسودان وإثيوبيا. ومثله مثل جميع النقاشات الصعبة هذا يجب أن يجري من خلال روح المرونة من جانب جميع الأطراف للتعامل مع المصالح الوجودية التي تملكها مصر في هذا الخصوص. وعلى مدى التاريخ قامت مصر بترأس جهود للتعامل مع أكثر مشاكل العمل العالم تعقيدا، وعملت على تعزيز السلام والأمن والرخاء في المنطقة وتستمر في لعب هذا الدور وهو مهم جدا وحيوي للمنطقة. ومصر أيضا مشاركتها في منتدى النقب بين إسرائيل وجيرانها من أجل خلق منطقة أكثر تكاملا ورخاء. وكان هنالك وفد من الولايات المتحدة ومصر قبل أسابيع بمشاركة من إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة و المغرب التي شاركت في منتدى النقب للتعامل مع بعض الأمور المهمة التي تؤثر على حياة جميع سكان المنطقة بما في ذلك الأمن الغذائي والرعاية الصحية والأمن في المنطقة. ومصر لعبت دورا مهما في تخفيف حدة العنف والتوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين بما في ذلك لعب دور وسيط للتوصل إلى هدنة في العام 2021 وأيضا العام الماضي في الأم. واليوم كما نرى هذا التصاعد المخيف في العنف، ناقشت مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية شكري كيف بإمكاننا أن نعمل سوية لتخفيف التوتر واستعادة الهدوء. ومصر تلعب وقيادتها تلعب دورا مهما في معالجة الأزمة في ليبيا، وعقد الانتخابات في هذا العام هو الطريق الوحيد للتوصل إلى حل قابل للحياة والتأكد من حق
الشعب الليبي باختيار قيادته. والتقدم في مجال على أساس دستوري لعقد هذه الانتخابات سيكون مهما. نحن ندعم أيضا جهود ممثل الأممي في لعقد انتخابات سريعة في ليبيا، كما ناقشنا أيضا جهودنا في دعم العملية السياسية في السودان والتحول نحو الديمقراطية. يعتمد مستقبل السودان على وجود حكومة تراعي مصالح جميع فئات الشعب، ونحن سوف ندعم أي جهود تساعد على تحقيق الرخاء لجميع سكان المنطقة. حقوق الإنسان أيضا تتصدر أجندتنا اليوم وأيضا مع شركائنا حول العالم، وفي نقاشاتنا مع دول أخرى والولايات المتحدة ترحب بالخطوات المهمة التي تتخذها مصر لحماية حرية دينية وحماية النساء، ونرحب بعقد الحوار الدولي وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، ونحن نستمر بالحديث مع الحكومة لاتخاذ إجراءات لتحقيق تقدم فيما يتعلق في مجال حقوق الإنسان، وفي بذلك إطلاق جميع السجناء السياسيين وتحقيق الإصلاحات للتأكد من أن بإمكان جميع المصريين التعبير عن أنفسهم دون أي عواقب. وهذا ما أكدت عليه اليوم، ونريد أن نتأكد من أن تحقيق نتائج ملموسة في مجال حقوق الإنسان سوف يؤثر على جميع ما نقوم به، وهو يؤثر علينا وعلى الكونغرس. ولهذا السبب أنا أعرف أن الرئيس يقوم بالدخول في هذه الجهود. أيضا مصر تدعم جهودنا فيما يتعلق بأوكرانيا، وهي ترفض أيضا جهود روسيا في ضم أوكرانيا بصورة غير مشروعة، وهي تدعم جميع المصالح التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك حق الدولة في احترام سيادتها وسيادة ووحدة أراضيها. والدول حول العالم تراعي ما يحدث في هذا الخصوص. هذه الحرب في لها طبعا أثار وتكاليف كبيرة على الشعب المصري، ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم ومعظمه يأتي من روسيا وأوكرانيا. نريد أن نخفف من الأضرار التي حصلت والضغوط الاقتصادية التي تشعر بها مصر نتيجة لذلك، ونريد أن نحقق الأمن الغذائي في هذا الخصوص بما في ذلك استثمار بقيمة 50 مليون دولار لدعم قطاع الزراعة المصري على مدى الجهود. ونريد أن نساعد على التعامل مع المصادر القلق الأكثر أهمية نتيجة لهذه الحرب. في العام الماضي لقد شهدنا الذكرى المئوية الأولى للعلاقات المصرية الأمريكية، ولكن في نهاية المطاف نحن نركز على مستقبلنا المشترك والذي كان محط نقاشاتنا اليوم وحديثنا. في الأمس عقدت محادثات مع بعض القادة المصريين من الشباب والذين يعملون في مجالات مختلفة، واطلعت على كيفية عملهم وما هي رؤياتهم وكيف يؤثر ذلك على مستقبل مصر. وأريد أن أقول أن مستقبل علاقاتنا مشرقا وقويا. لدينا الوقت لسؤالين لكل وزير. أستاذة منى سالم من قناة الإخبارية، دينا سالم. معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، طبعا العلاقة المصرية الأمريكية علاقة استراتيجية وممتدة على مدى عقود طويلة. الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا هي أزمة حادة، وتأثرت مصر بها في عدة مناحي، لكن هناك شعور لدى كثير من المصريين بأن مستوى الدعم الأمريكي في المجال الاقتصادي لا يرقى إلى مستوى العلاقات، وبما أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكبر اقتصادياً ورمانة الميزان في المنطقة. هل استشعرتم خلال الاجتماعات اليوم بأن هناك
أي تغير سنشهده في حجم وطبيعة الدعم. طبعاً سيادة الوزير بلينكن أشار إلى بعض المشروعات التي ربما ستنفذ في مجال الطاقة وإتاحات تمويلية أخرى. لو تلخص لنا ما تم الاتفاق عليه. شكراً. شكراً جزيلاً. بالتأكيد أنه مصر تثمن العلاقة المصرية الأمريكية في شقها الاقتصادي وما حققناه على مدى الأربع عقود الماضية من تطور في هذا المجال، بدءاً بالمعونة الاقتصادية اللي كانت يتم توفيرها والتي تم تخفيضها اتصالاً بالاحتياجات الخاصة بالولايات المتحدة واستجابة مصر لذلك. ولكن دائماً نحن نتطلع إلى مزيد من التعاون والإسهام من قبل الولايات المتحدة لما لديها من قدرات الكل يعلمها وإمكانيات. بالتأكيد أن المشروعات التي ذكرها معالي الوزير هي مشروعات مهمة، ولكن هي مشروعات في نطاق محدد، نطاق فني. لكن الأزمة اللي بنواجهها ودول نامية كثيرة في الوقت الراهن، التضخم القائم، ضغوط في الأمن الغذائي، في أمن الطاقة، ارتفاع الأسعار، كلها تقتضي مزيد من التعاون في إطار العلاقة الاستراتيجية ومزيد من القدرات الأمريكية، سواء من خلال العمل مع مؤسسات التمويل الدولية أو من خلال العلاقة الثنائية. فاستشعرت من الوزير بلينكن تقدير وتفاهم لهذه الضغوط الاقتصادية ورغبة في الإسهام في رفع هذه الضغوط، ونأمل أن يكون الاجتماعات القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة تؤدي إلى وضع إطار وآليات تكون لها تأثيرها ونستفيد من الإمكانيات، ليس فقط في إطار التعاون القائم فيما بين القطاعين الخاصين، وهذا تعاون مثمر لهما ومتسع، ومصر تستضيف الكثير من الشركات الأمريكية، ولكن أيضا هناك من الآليات لدى الإدارة الأمريكية في إطار البنك ضمان الصادرات، في إطار ربما أيضا موارد تكون متاحة من قبل الولايات المتحدة تخفف العبء عن الشعب المصري وعن الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة. وبالتأكيد لدينا طموح كبير، وعلى شركائنا أن يلبوا هذا الطموح في إطار العلاقة الاستراتيجية، في إطار المنفعة المتبادلة، وبأنه استقرار مصر وقوتها هو يسهم في تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية والتوازي في هذه المصالح وما أتت به من عوائد مباشرة بالنسبة للجانبين. سؤال معالي وزير الخارجية الولايات المتحدة، قناة العربية، الأستاذة نادية بالباسي، تفضلي. Thank you. Good to see you, Mr. Secretary, again. Prime Minister Netanyahu, in his cabinet meeting, threatened to deport Palestinian families of perpetrators of attack against Israel and stripping them of their nationality. Israel has been demolishing Palestinian families. البيوت. هل ترون في ذلك عقاب جماعي؟ هل سيؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد؟ Just one question. Just one. Thank you very much. أولا وبسرعة فيما يتعلق بالسؤال الأخير، أريد أن أضيف إلى ما يتعلق بالعلاقة الاقتصادية. أنتم على حق، هناك تاريخ طويل من العلاقات، وعلى مدى العقود الماضية قدمت الولايات المتحدة نحو 30 مليار دولار على شكل مساعدات اقتصادية لمصر، ولكن علينا أن نواجه أيضا التحدي الحالي، والتحدي الحالي هو على هذا النحو. مصر تماما مثلها مثل كثير من الدول تواجه عدة حوادث وتطورات تؤثر على الحياة اليومية للشعب المصري. هنالك التضخم المالي على المستوى العالمي وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة،
وكثير من ذلك تفاقم بسبب الأمور التي تحدث في روسيا وغزوها لأوكرانيا ومحاولة التعافي من كوفيد والتي أثرت على سلاسل التوريد، وهذا جميعه خلق عاصفة كبيرة تؤثر على حياة الناس. نحن ندرك ذلك ونعمل سوية لمعالجة هذا الأمر. ذكرت بعض الأمور التي نعمل عليها لمعالجة قضية الأمن الغذائي والطاقة، ولكن أريد أن أؤكد أن هنالك بعض المشاريع التي ذكرتها سابقا فيما بذلك مشروع الكابلات، ولكن هنالك أيضا اللجنة الاقتصادية المشتركة، ونحن نتفق على ضرورة تحقيق أشياء ملموسة يمكنها أن تنتج نتائج تؤثر بصورة كبيرة، وستسمعون المزيد عن ذلك في الأسابيع القادمة، ولكن هذا هو جزء من التزامنا بتعزيز هذه العلاقة وأيضا زيادة التجارة بين البلدين. وأريد أن أذكر أن مصر تقوم بإصلاحات بموجب برنامج صندوق النقد الدولي وهي ناجحة. فيما يتعلق بالسؤال عن إسرائيل، لدي المزيد لكي أقوله في إسرائيل عندما أصل إلى هناك وإلى الضفة الغربية، وأريد أن تسنح لي الفرصة لكي أستمع إلى جميع الأطراف أولا. ولكن لا يوجد أي شك في أن هذه هي لحظة صعبة، رأينا ارتفاعا في الهجمات الإرهابية على مدى الأيام الماضية، ورأينا أيضا ارتفاعا في العنف على مدى الأشهر الماضية، وقمنا بإدانة الهجمات الإرهابية من قبل نائبة الرئيس والرئيس وأنا شخصيا، ونحن طبعا ندين خسارة الأرواح البشرية. نريد أن ننقل هذه الرسالة وأن نحث جميع الأطراف على تهدئة الأمور وتخفيف حدة التوتر والتصعيد. وتماما مثل مصر نقف وراء أهمية العمل على حل الدولتين، وأريد أن أقول أن مصر من خلال ذلك لعبت دورا مهما كما ذكرت، وجهود القاهرة في السنة الماضية وقبلها في تخفيف حدة التوتر وتخفيف أزمتين كانت مهمة، ومصر مثلنا تريد أن تدعم حل الدولتين على أساس تفاوضي، ونحن نريد أن ننهي هذا الصراع وأن أيضا نراعي وجود فرص متكافئة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. Thank you very much. شكري. أستاذ سمير عمر من سكاي نيوز عربية، تفضل. تحياتي. سؤال سريع لمعالي الوزير الخارجية، يعني من كلام الوزير بلينكين وما صدر بالأمس عن الخارجية الأمريكية تأكيد على دور مصر في التهدئة واستقرار المنطقة، حتى يعني قبل قليل وبعد لقائه الرئيس السيسي أعاد التأكيد على هذا الأمر، هل ناقشتم مع الجانب الأمريكي دورا مصريا ربما أو شراكة بين مصر والقاهرة واشنطن في هذا الملف؟ هل يمكن أن نسمع في الأيام المقبلة بما يمكن وصف مبادرة أو تصور ما يجمع جهود القاهرة واشنطن في هذا السياق، وخاصة أن الوزير بلينكين سيتوجه في اليوم وغدا إلى فلسطين وإسرائيل، هل سيحمل هذا التصور؟ هل يمكن أن يكون هناك دور لمصر في هذا السياق؟ بالتأكيد أن هناك شراكة ممتدة ومستمرة فيما بين مصر والولايات المتحدة لتناول كافة قضايا الإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية، والعمل على ليس فقط تهدئة الأمور وعدم تصعيد درجات التوتر، ولكن أيضا إيجاد المسار السياسي الملائم وفقا لقواعد الشرعية الدولية وفقا للتوافق الدولي على ضرورة التوصل إلى حل دائم وشامل من خلال عملية تفاوضية، مسار سياسي مبني على مبدأ حل الدولتين. جهود مصر سواء بالتعاون مع الولايات المتحدة أو شركائها الآخرين أو في إطار علاقتها الثنائية مع الأطراف كافة، سواء كان السلطة الوطنية الفلسطينية، إسرائيل، الأردن، الدول العربية الشقيقة، تعمل دائما من أجل تحقيق الاستقرار، تحقيق المصالح لكافة الأطراف، العيش المشترك، الخروج من هذه الأزمة وأثارها المدمرة على أمن واستقرار شعوب المنطقة بالكامل. والأفاق
الرحبة لحل هذه الأزمة حل دائم وإقامة الدولة الفلسطينية على تغيير خارطة المنطقة تماما وإطلاق قدراتها وإمكانياتها. تأكيد أن التعاون مع الولايات المتحدة والتنسيق في ذلك أمر ضروري ومهم، ونحن نفعل ذلك ونطلع بأدوار داعمة لبعضنا البعض، وأيضا نصيغ رؤية فيها كثير من التوافق حول الخطوات التي نتخذها إزاء طرفي الصراع، وأي مبادرات يتم بلورتها تتم من خلال المشاورات والاتفاق على أفضل السبل لتحقيق هدفنا المشترك. أنا اتصالا أيضا السؤال من الزميلة من العربية، أتصور أنه من الأهمية التعامل مع كافة القضايا بمعيار واحد، وإنما نتحدث عن أهمية عدم اتخاذ إجراءات منفردة، عدم اتخاذ إجراءات تصعيدية تلهب المشاعر وتكون خارجة عن نطاق القوانين والشرعية الدولية. فمن الأهمية دائما أن نتحلى بالمصداقية بأن نتعامل مع كافة الإجراءات وفقا لمعيار واحد، وفقا لاعتبارات المبادئ المقررة في القانون الدولي في المواثيق الدولية والقواعد المرتبطة أيضا حقوق الإنسان، وكلها أمور مترابطة ولا يمكن أن تكون في معزل عن بعضها البعض. شكرا. لدينا سؤال أخير لمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة، تفضلي إليزابيث هيجادورن من المونيتور. Secretary Blinken, first, does the U.S. see the attack attributed to Israel on الولايات المتحدة الهجوم في هجوم إسرائيل على المحطات النووية في أصفهان على أنه ضار؟ وثانيا، إدارة الرئيس بايدن أثارت مع المسؤولين المصريين قضية السجناء السياسيين بما في ذلك علاء عبد الفتاح ومحمد باقر، لماذا لا تدعو الولايات المتحدة إلى إطلاق سراحهم؟ شكرا. ليس لدي الكثير لكي أقوله فيما يتعلق بالمعلومات عن الهجوم في إيران، رأيت التقارير وليس لدي ما أقوله الآن، ولكن أقول بشكل عام أنه بالنسبة للولايات المتحدة وكثير من شركائنا في المنطقة من الضروري جدا لنا أن نستمر في التعامل ومحاربة الفصائل المختلفة التي تدعمها إيران في المنطقة وما وراء ذلك، والتي تهدد الأمن والاستقرار والحياة البشرية ودعمها أيضا للإرهاب ودعمها لإجراءات تعزز من الاستقرار في المنطقة، تقود الاستقرار عفوا في المنطقة، ودعمها للهجوم والعدوان الروسي على أوكرانيا ومساعدتها بالتكنولوجيا العسكرية. ونرى أيضا ما يحدث في شوارع إيران والناس يحاولون أن يتصدوا وأن يرفعوا أصواتهم للتعبير عن أرائهم ولا يسمح لهم بالقيام بذلك، وبالتالي فإن هذا هو الجزء من الحوار الذي نعقده في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك مصر وإسرائيل وشركاء آخرين. فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقضايا الفردية، قمت بإثارة هذه المواضيع في السابق وأيضا اليوم، قضايا أفراد هذا موضوع مهم، ونريد أن نرى تحقيق تقدم فيما يتعلق بتغيير مستدام، وأشرت أيضا إلى أن مصر اتخذت إجراءات هامة في هذا الخصوص فيما يتعلق بحماية الحريات الدينية وتمكين المرأة، وخطوات الآن للدخول في حوار وطني ومن خلال لجنة الشركاء لجنة العفو الرئاسية عفوا، وهنالك الكثير المتبقي في، ونحن نعتمد إلى روح الشراكة التي تجمع بيننا، وقمنا بالتعبير عن هذه القضايا بصورة واضحة. لا يمكنني أن أجيب لماذا لا تقوم الحكومة أو تقوم بأشياء مختلفة، هذا يرجع إلى تقديرها الخاص، ولكن نعبر عن آرائنا ومصادر قلقنا وندعو إلى اتخاذ إجراءات مستمرة. Thank you. What conditions? No, no, no.